تنفيذا لتوصية اللجنة الأمنية العليا برئاسة رئيس الجمهورية بالمرور والتفتيش على الموانئ والمنافذ ومراجعة سير وانتظام العمل للحد من حالة التهرب الجمركي، بدأت لجنة كبرى مشكلة من كافة أجهزة الدولة المعنية وتشمل وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة الأمن القومي ومصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالمرور على ميناء الإسكندرية البحري ومراجعة كافة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف وانتظام القيد والكشف عن الحاويات وتحصيل مستحقات الدولة. وقد تم اكتشاف بعض الأجهزة المعطلة وضبط بعض حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها 2 مليون جنيه.